السلام عليكم، كيفكم شباب؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد عمر، رجعت لكم بفيديو جديد، فيديو أسطوري أصدقائي، وأخيرا الفيديو تبع الحساب. أوكي، فيديو اليوم راح يكون روم للمتابعين، بس اللي راح يفوز بالبوية أصدقائي راح أعطيه حساب كامل، مش كود أو تيب أب أو فاير باس أو شيء مثل هيك، راح أعطيه حساب كامل. فأوكي حبايب قلبي، قبل ما نبلش بالفيديو، أوكي هو أوريدي بلشنا بالفيديو، بس المهم يا أصدقائي أتمنى تضغطوا لايك لهذا الفيديو، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد. بستنى شوي يا أصدقائي. هذا كيف؟ هذا منين؟ هذا فوق الفاكتوري، كيف؟ ليش؟ هذا كيف جاب الكار وجاب الأوم؟ منين جابهم؟ منين جاب؟ شو البداية الأسطورية هذه؟ أوكي حبايب قلبي، ما علينا، المهم هو جابهم، ما بعرف منين جابهم. أوكي حبايب قلبي، اللي بحب يتابعني على الانستغرام حبايب قلبي راح يلاقي الرابط تحت في صندوق الوصف. اللي بحب يشارك بهيك فعاليات راح أحمل الجزء الثاني يا أصدقائي من هذه، اشتريت حساب عشوائي، راح أشتري حساب أقوى يا أصدقائي المرة الجاية. أنتوا حبيتوا هذا الشيء، أنا اشتريت حساب وأنتوا حبيتوا هذا الشيء، ولقيت عليه تفاعل أسطوري عندي بالقناة، ولقيت تعليقاتكم حلوة وعجبتكم الفكرة. أوكي حبايب قلبي، المرة الجاية راح أشتري حساب يكون أقوى، راح يكون فيه سكنات أسطورية أكثر، وإن شاء الله راح يفوز. هذا كيف؟ شو بيسوي هذا يا أصدقائي؟ هذا شو بيسوي؟ شو ماله؟ شو صاير معه؟ إجاه شو تقل البرابرة؟ جلده والله، جلده، ما ضرب ولا طلقة يا أصدقائي، ليش ما ضرب؟ أوكي ما بعرف، شكله كان ملقلق، والله ما بعرف شو صاير معه. أوكي حبايب قلبي، كمان هون في اشتباك، خلينا نحكي. كفو شو اسمه هذا؟ سيشو واي تي، أوكي سيشو واي تي، كفو يا أسطورة. اوكي يا حبايب قلبي، والله نسيت شو كنت احكي، اقسم بالله نسيت شو كنت احكي، والله نسيت اصدقائي. بالمهم راح اعمل جزء ثاني من هذا الحساب يا اصدقائي، من الحسابات العشوائيه، راح اشتري حساب بس المره هذه راح يكون اقوى شوي، راح يكون فيه سكنات اسطوريه اكثر، سكنات اسلحه، سكنات اشياء اسطوريه راح تكون فيه، وراح نعمل عليه كمان مسابقه ونعمل عليه روم، واللي بيفوز راح نعطيه. مع انه يا اصدقائي والله هيادي الرومات تبع الحسابات عن جد صعبة كثير، يعني والله يا اصدقائي تعا اقنع، يعني انا بنزل ستوري بكتب فيه شباب اتمنى اللي عنده حساب داخل بحساب جديد بده يعمل حاله ذكي ما يدخل، اللي بشاحن ما يدخل، بس ما في يا اصدقائي. بدخل على الروم بلاقي فيه الروم 48 شخص، بلاقي فيه منهم 20 شخص بيشحنوا ناس داخله بحسابات جديدة، وده يا اخي ليش؟ يعني ليش؟ والله ما بعرف يا اصدقائي، يعني انا عامل هذا الحساب والله يا اصدقائي، انا يعني بتعرفوا انا بوزع على الكل عادي، يعني تكون تشحن ما بتشحن بوزع على الكل عادي، ما عندي اي مشكله، بس انه يا اصدقائي يعني بعطي فرصه للناس اللي عندها حسابات ضعيفه، ما بتقدر تشحن، حساباتها تبندت، حساباتها انسرقت، يعني هاي بتكون فرصه لهم ان اعوضهم بحساب ثاني يحبوا، يعني يحبوا اللعبه يجي يلعب ويكملوا. يعني والله صعب يا اصدقائي، بس واحد يتبند حسابه او ينسرق حسابه، يعني ما بعرف، يعني انا بتخيل حالي مكانه يا اصدقائي، لو تبند حسابي والله راح اكره اللعبه يا اصدقائي، ما عاد العب، يعني ابدا من الصفر اجيب حسابي تو. انا الحمد لله يعني اذا صار شيء بحسابي بقدر اشتري حساب ثاني، بس في ناس ما بتشحن يا اصدقائي، يعني بيكون عندها اشياء مجانيه شوي بالحساب، لما ينسرق او يتبند او يصير له شيء مثل هيك، ف يعني ما راح يقدر يسوي شيء انه يفتح حساب ادم شوكولاته من اول وجديد يا اصدقائي، ويرجع يلعب ويرجع يجمع اشياء، ما راح يقدر يشحن، ما راح يقدر يعمل ولا شيء. فانا هذا الشيء بسويه اصدقائي لهدول الناس، يعني للناس اللي تبندت حساباتها او انسرقت او انه صار بحسابه اي شيء او ما بيشحن، يعني انا قلت اللي شاحن اكثر من فاير باسين لا يشارك، يعني الناس اللي شاحن اكثر من فاير باسين هذا معناته بيكون بيقدر يشحن يا اصدقائي، بس الناس الثانيه اللي ما بتقدر تشحن تلاقي عنده فاير باس او اثنين بالكثير بس. فلهيك انا عملت هاي المسابقة وقلت قررت اني اعطيه لناس ما بتشحن، ناس حساباتها ضعيفة، ناس حساباتها تبندت يمكن، فانه عرفتوا كيف يا اصدقائي. هذا شو بيسوي بس فهموني، هذا شو بيسوي يا اصدقائي؟ الرقصة مو هادي يا حبيبي، والله مو هادي الرقصة، ما راح يعطوك، ما فيها جلتش. كفو يا اسطورة. اوكي خلينا نكمل ونشوف الاساطير، مين الاسطورة راح ياخذ هذا الروم، مين راح ياخذ الحساب يا اصدقائي. اوكي خلينا نشوف سامود، ما بعرف شو اسمه هذا، شو اسمه يا اصدقائي؟ اوكي سيشو عنده حدا يا اصدقائي، سيشو في صوت عنده، ما دام هيك حط اللغم يا اصدقائي معناته في قفزه سحريه راح تصير. اوكي يا سيشو، يلا يا اسطوره يا سيشو واي تي، ورينا الجلد، ورينا الدماج، ورينا ما بعرف شو الاشياء الاسطوريه. اوكي طبعا مثل ما حكيت لكم يا اصدقائي، والله ما بعرف يا اصدقائي، هذا ثالث روم اسويه، يعني والله الروم الاول كان يدخلوا ناس تشحن، والروم ناس تدخل تيم، وناس تدخل ما بعرف شو، فهذا ثالث روم ان شاء الله يزبط يا اصدقائي، ان شاء الله نكمل هذا الروم ونشوف، ان شاء الله اللي يربح هذا الروم يكون ناس، يعني واحد بيستحق هذا الحساب، يعني ياخذ الحساب يستفيد منه، ما يكون واحد بيشحن او واحد ديك يكون تعرف يا اصدقائي، في ناس والله ما بعرف كيف، يعني في ناس طمع هيك زياده وخلاص، بيكون حسابه اقوى من هو الحساب اللي جاي ياخده، بس انه هيك بده ياخده ما بعرف ليش. بده يبيعه، ابصر شو بده يسوي فيه. اوكي ما علينا، خلينا نكمل.
نشوف وين الاشتباكات. خلينا ندور على الاشتباك يا اصدقائي. بالزون الاول لسه عندنا 28 لاعب يا اصدقائي. اوكي 28 لاعب، واحد منهم بس راح يجيب البويا، واحد منهم بس اللي راح يفوز. وكمان يا حبايب قلبي حاب اذكركم بهذا اول الشهر يا اصدقائي، اول الشهر يعني اكواد جديده، يعني بطوط مباشره، يعني رومات، يعني فعاليات، يعني اشياء اسطوريه. حس حالي يا اصدقائي زي اللي بيعملوا حملات اعلانيه هذاك. مرحبا اصدقائي، لقد اتيت لكم بهذا المنتج انه منتج حسيت علي بعمل دعايه. هي دعايه عن جد يا اصدقائي. فوق يا حبايب قلبي راح اول شهر راح يوصلوا اكواد جديده واشياء اسطوريه جديده، سكنات اسلحه وسكنات لبس هيك واشياء اسطوريه، اشياء نادره اكيد راح تكون. صراحه عشان ما اكون كذاب ما بعرف شويه الاكواد صراحه، بس اكيد راح تكون اشياء اسطوريه، يعني اكيد اشياء انتم طالبتوها كثير فراح يجي منها اكواد. فاللي بيحب يتابعني حسابي الانستغرام يتابعني من خلال الرابط اللي تحت. كمان يا اصدقائي في كمان شيء بدي انبه عليه، في ناس بتعمل حسابات باسمي وبتسرق حسابات، يعني في ناس تعمل لي تاج فيهم انه بصراحه التاجات اللي جتني كلهم يعني كانوا يعرفوهم، يعني كانوا يعرفوا انه هذول نصابين. فاتمنى منكم اصدقائي تنتبهوا، يعني ما تامنوا باي حدا. اذا اجيتك انا مره، انا ما صار لي زمان ما اخذت حساب حدا، فاذا اجيتك انا قلت لك اعطيني حسابك فقول لي ابعث لي تسجيل صوتي، ابعث لي تسجيل صوتي يقول لي انا كذا كذا بدي حساب بدي شيء، كانه تاكد مني 100%، او انه ادخل على الرابط تبع قناتي بتلاقيه تحت بالوصف، اضغط على ادخل على شوف ما عرفت احكي والله ما عرفت احكي. ادخل على الرابط اللي بتلاقيه تحت بالفيديو صندوق الوصف، اضغط عليه لقيتني هو نفسه اللي مراسلك فهذا اوكي انا، او قول لي ابعث لي تسجيل صوت او انه اي شيء يا اصدقائي. لا تثقوا باي حدا وما تعطوا حساباتكم لاي حدا يا اصدقائي. يعني انا كمان لما فتت اخذت في مره اخذت حساب من واحد قلت له اعطيني حسابك راح اشحن لك على طول، كتب لي ايميل وكلمه السر. قلت له حبيبي انت منين عرفتني انا محمد عمر؟ بلكي انا واحد ناصب عليك عامل حساب باسمه او ناصب عليك او عامل لك اي شيء. قال لا انا بوثق فيك. قلت له حبيبي طيب على راسي، يعني توثق فيا بس ما توثق بحدا تاني، يعني ما يجي حدا اي حدا يقول لك اعطيني حسابك تروح تعطيه حسابك على طول. فاوكي هذول الشخصين طبعا تايمين يا اصدقائي، انا عارف بعرف والله بعرف، يعني بعرف اجاب اللانش باد وراح لعنده وهذا انا بعرف هالشيء، اثنين ما راح يفوزوا. فاوكي يا حبيب قلبي هذا اللي بدي انبهكم منكم، لا توثقوا باي حدا حتى مش بالنسبه لي انا بس، يعني انا يمكن ما في ناس كثير عامله حسابات باسمي، بس في ناس يوتيوبر كثير معروفين وعاملين حسابات باسمهم، يعني حتى مثل اخويا وهيك. فانتبهوا يا اصدقائي ما توثقوا باي حدا، ما تعطوا حساباتكم لاي حدا، انتبهوا على حساباتكم كويس. انا يعني بحاول اعوض الناس اللي تبندت حساباتها وانسرقت حساباتها، بحاول اني اشتري حسابات واوزع عليهم، يعني بس ما بقدر يا اصدقائي اوزع عليكم كلكم، والله ما شاء الله عددكم كبير. فبحاول اعوض يعني ها يعني شيء بسيط اصدقائي، يعني اللي انسرق حسابه بنعطيه حساب، بنعطيه كود، بنعطيه شيء نشحن له فاير باس. فبنبهكم يا اصدقائي انتبهوا على حساباتكم ولا تامنوا باي حدا حتى لو كان يوتيوبر، تاكد من حسابه يا اصدقائي، تاكد من حسابه قبل ما تعطيه حسابك. اوكي تاكد انه هذا حسابه الاصلي قبل ما تعطيه حسابك، لانه في نصب كثير وفي اشياء. ليش صرت اتفلسف انا والله ما بعرف يا اصدقائي، خليني بالروم انا ما دخلني بهاي الشغلات. المهم انتبهوا انتم بس يا اصدقائي. اوكي خلينا نتفرج ونشوف. صديقنا سعود. اوكي يلا سيشو يا اسطورة، يلا يا اسطورة ورينا ليش شايل من فصل على النت هذا. لا مو فصل على النت. اوكي سيشو قاعد يجول ويدور ولا يبحث عن الاعداء والانمي يا اصدقائي ولكن لا يوجد حدا. اوكي ما بعرف شو راح يسوي، راح يكمبر بالبيت. خلينا نروح على اللي بعده يا اصدقائي، نشوف نضال. اوكي هذا برنس. اوكي البرنس قاعد ورا الكرسي ما بعرف شو بيسوي البرنس، شكله شايف واحد يا اصدقائي بس ما مش راضي يقول له، قال حرام يا اصدقائي. اوكي خلينا نشوف عماد. صلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هانو. اوكي هانو يا هانو هيلسن. فايز كمان بصير مش غلط، كفو يا فايز. اوكي هذا طبعا اللي كان متيم الشرير، يا ريتك تربح الروم يا رب، يا رب تربح الروم يا اخي. والله يا اصدقائي بالروم الاول بتعرفوا شو سويت فيه اللي فايز هذاك؟ كان متيم يا اصدقائي. والله كان متيم، دخلت معي بالسكواد قلت له حبيبي الف مبروك لك، انت اخذت البويه بس انا ما راح اعطيك الحساب. حسيته انصدم والله، سكت شوي يا اصدقائي بعدين حكى. يعني يا اصدقائي والله عن جد يعني ليش تتيم وليش تعمل هذا المواضيع كلها وتغش وما بعرف شو؟ العب خلص لعبك، شوف الناس كيف تلعب، هذا بيلعب لحاله شوف. يعني لا متيم مع حدا، لا مدخل معه حدا للروم، ما جايب وجع راس لحاله، خلص بلعب، ربحت الروم ربحت، ما ربحت بشارك باللي بعده وان شاء الله بفوز. رجعت اتفلسف مرة ثانية بس عادي يا اصدقائي ماشية الحياة، خلينا نستمر ونشوف. البرنس اخذ موقع استراتيجي بس على حدود الزون، انت ما يجي حدا من وراك والله يا برنس ليعطيك اياه عشوائية.
خلينا نشوف اللي بعده. صلي على النبي مرة ثانية، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلينا نشوف، ما في حدا. اوكي ما في اشتباكات. بدي واحد مشتبك يا اخي، بدي واحد فيكم يكون مشتبك يسليني بهذا الروم بين وصلنا للنهاية، لانه نهاية الزونز اكيد راح تصير في اشتباكات. بس انه اوه يا حبيبي يا اسطورة، اوه شوفوا دمه، شوفوا دمه يا اصدقائي. خمسة كان اربعة، دمه كان اربعة. كفو كفو يا وحش يا جوكر. هذاك طلع له على البرج يا اصدقائي، بالجوكر قال له وين طالع يا حبيبي، هذا البرج خلص الي، حط اللغم على الباب اموره تمام، خلص الي هذا البرج انا فهمتوا انتوا كيف. والله بعرف والله يا اصدقائي، بحس حالي ايمت والله، ليش هيك يا اصدقائي، والله بحكي مع حالي انا احيانا. اوكي هذا سيد صاحبنا المتيم. اوكي يا رب تاخذ الروم بويا يا رب، والله اذا بتاخذ الروم بويا يا اخي والله راح احرق لك دمك على هالمساء اقسم بالله. وين حبيب؟ وين رايح؟ معلم يا معلم تعال حبيب، وين رايح؟ يلا بدي اروح على الزون، شكله في حدا عنده على اليسار يا اصدقائي، بس ما بعرف، ما راضي يضرب عليه ولا ما بعرف شو القصه. بس الحركه اللي صارت يا اصدقائي لقطه اسطوريه يعني، عرفتوا كيف؟ الصدفه، شفتوا الصدفه انتم كيف يا اصدقائي، صدفه غريبه عجيبه يعني. هو هذاك مشتبك مع واحد، فطلب الدعم العسكري من صديقه، فصديقه ركب الطياره الحربيه تبعه اللي هي اللانش بات، ما تسمى باللانش بات 0106، فطلع باللانش باد. وسبحان الله اللانش باد كيف نزلوا يا اصدقائي، سبحان الله كيف اللانش باد نزلوا على الموقع الحرب، عرفتوا ساحه المعركه نزل عليها. صار يضرب، ما يضرب على هذاك، يضرب على اللي هذاك، يضرب على هذا اللي في النص، ما بعرف شو اسمائهم هم، بس انه هذا ومع هذا صار يضربوا على هذا، فهذا راح حرب من هذا وهذاك اجى لهذاك. خلينا نشوف الفايت. والله ما بعرف شو بعمل. المهم ان شاء الله تكونوا مبسوطين بالفيديو اصدقائي، اذا كنتم مبسوطين بهذا الفيديو ان شاء الله تحطوا لايك، يا رب تحطوا لايك، حطوا لايك اصدقائي والله حطوا لايك، حرام انا كويس والله اصدقائي، حطوا لايك، في اكواد جديده جايه والله. اذا يعني خلينا نشوف الفايت يا اصدقائي. يا اخي والله هذا الفيديو انا ما بعرف، انا متسلي فيه هذا الفيديو صراحه يعني، والله انا مستمتع كثير بتسجيل هذا الفيديو، تصوير هذا الفيديو، حسيت روم ممتع يعني صراحة. يعني اللي بيفوز راح ياخذ حساب قنبلة عابرة قارات، اعطالو اياها كفو، ولكن هذاك عنده 150 ثلجة ما بعرف منين جابهم. كفو صامودي يعطيه قنبلة ولكن مردودة من هذاك، ولكن الثلجة موجودة واللغم اللي وراه ينفجر. كفو يا صامودي يعطيها له وراسه يطيرها له ويعطيه، يلا اعطيه بالوم. لا والله هذاك هرب. يلا سمودي تستطيع يا سمودي، وين رايح يا سمودي؟ مفيش شيء يعني يا سمودي، يلا روح. اوكي سمودي انسحب بعد ما خلص الموارد الحربية تبعه كلها يا اصدقائي، فهو انسحب انسحاب التكتيكي للأسف، فكنا مستنيين انه سمودي يعمل لنا لقطة حلوة، فسمودي انسحب انسحاب تكتيكي. خلينا نشوف اللي بعده. برنس، اوكي برنس ما عنده حدا، صلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اوكي هانو، ونشوف زافي، شو فاي فازي شو اللي بعده. جوكر قاعد بالبرج حاط لغم تاني، الله عليك يا جوكر، الله عليك يا ملك الالغام انت يا جوكر، كفو يا جوكر كفو. خليك قاعد لهم بالبرج، والله مكانه حلو بالزون يا اصدقائي، والله شوفوا مكانه اسطوري. اوكي ضل عندنا 17 لاعب بزون صغرت، وراح تبلش الفايتات يا اصدقائي، راح نشوف مين اسطورة هذا الروم اللي راح ياخذ البويا ويربح الحساب الاسطوري. اوكي مش حساب اسطوري كثير، وعشان ما نكذبش اصدقائي، بتعرف انا ما بحبش اكذب لا بالعناوين لا بالفيديوهات لا بالاشياء، انا انسان صريح، انسان كويس. لا يا اصدقائي انا ما بعرفش، انا ما بشكر بنفس الا ابليس يا اصدقائي، انا مش ابليس والله ما ابليس اصدقائي. اضربوا لحق حالك، وين بدك تروح يا حبيبي؟ ضرب من فوق ومن اليمين ومن اليسار ومن الشمال ومن الفوق ومن التحت. كفو يا سوس اوكي سوس اي ان تي سوس، شو الاسم هذا سوس؟ شو يعني سوس؟ سوس اللي هو هذا شو اسمه بيكون، ما بعرف. اوكي يلا خلينا نشوف صديقنا هون، عنده كابتن عنده واحد كيل، صديقنا هون كمان سيمو عنده واحد كيل. اللي بعده قبطان، هذاك شو اسمه، كابتن كان اسمه، انا قبطان كنت كابتن، شو قلت والله ما بعرف شو قلت اسمه. اوكي هذا نزل وهذاك طلع اخذ مكانك، اطلع له، ارجع له يا اسطوره. كفو يا وحش، يلا تستطيع. كفو يا اسطوره، يا كفو يا وحش، يا سيمو، كفو يا اسطوره كفو. يلا يا اصدقائي الزون المقابله الاخيره، عندنا 9 لاعبين، 9 اساطير، واحد منهم بس اللي راح يفوز بهذا الروم راح ياخذ هذا الحساب.
راح نشوف مين هو الأسطورة اللي راح ياخذ هذا الحساب. خلينا نشوف هذا اي ان تي صوص اوكي، وهذا مقبره ما بعرف شو اسمه اصدقائي، مقبره والله شيء مثل هيك. اوكي كابتن 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 قلنا كابتن كابتن اسمه. كفو يا اسطوره، كفو يا سيمو، كفو يا اسطوره سيمو. تلجة 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 يا حبيبي، تلجة تلجة ولكن متأخرة. كفو 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 البرنس، كفو. هو شو اسمه هذا برنس يا اصدقائي ولا شو؟ برنسيس برن مات المسكين قبل ما نقرا اسمه، مات. كفو. يلا هذا شو اسمه، مقبرة كمان، مقبرة رقم 8 هو الا ولا الا اي او اي ما بعرف، المهم رقم حرف ام. اوكي هذا صديقنا اشارات استفهام، الحمد لله انك اشارة استفهام يا اصدقائي، والله الحمد لله انه اشارات استفهام لاني ما بعرف صراحة في اسامي ما بعرف اقراها. اوكي ضربوا بالفي اس اس، كفو يعطيه قنبلة، اعطيه هلا بحضنه بحضنه بحضنه، يا سلام فجروا 115 اوكي. كيف ما طاح هذاك والله اصدقائي دمجوا كثير. اوكي كفو ما راح يعطيه فرصة، ما راح يعطيه فرصة يا عبي دمه. كفو كفو يا وحش، كفو يا اسطورة، كفو يا اسطورة، كفو كفو. يلا عبي دمك حبيبي، كفو عنده 3 كيل وهذا عنده 4 كيل. صديقنا جوكر، كفو صديقنا جوكر. جوكر يمشي ويجول ويدور بالادغال بالشجرة بشخصية القرد. كفو يا جوكر كفو، راحت شخصية القرد حبيبي. زون وراك زون وراك يا صديقي، بس في واحد فوق، في واحد فوق. اوف راح يصير فايت، راح يصير فايت يا اصدقائي، راح يصير فايت بين جوكر وهذاك اللي فوق اللي اسمه اشارات استفهام اعتقد. اوكي هو اللي اسمه اشارات استفهام اعتقد اللي فوق. اوكي يلا يا جوكر راح نشوف مين الاسطوره، مين اللي راح يفوز بعد الفايت يا اصدقائي، مين اللي راح يجلد الثاني. اوكي بين جوكر وهذاك اللي اسمه اشارات استفهام، راح نشوف مين اسطوره هذا الروم، مين اللي راح ياخذ البويا ومين اللي راح ياخذ الحساب الاسطوري يا اصدقائي. يعني راح يبدل حسابه بحساب، يعني بالنسبه للحساب يعني الحسابات الموجوده بهذا الروم يا اصدقائي هي ضعيفه الحسابات. اوه كفو كفو والله، كفو كفو كابتن، كفو والله جرد هيد شوت بالفي اس اس يا اصدقائي، ضله يدمج لمات. كفو يا اسطوره، كفو كابتن. اوكي كابتن كابتن يا اسطوره كابتن، حط الجا حط الجا حبيبي حط الجا. كفو كفو يلا، ضل 3 لاعبين يا اصدقائي، 3 لاعبين باخر زون، راح نشوف مين الاسطوره اللي راح يصمد الاخير وياخذ البويا وياخذ الحساب. اوكي هذا صديقنا اشارات استفهام يعطيهم قنابل. كفو كفو جابوا والله جابوا، كفو يا اسطوره كفو كفو والله جابوا بالقنبله يا اصدقائي، كفو يا اسطوره. اوكي يلا بيضرب بالاوم اللي من ورا الثلج، كفو كسر له الثلجه كسر له الثلجه، راح نشوف مين اللي راح ياخذ هذا الروم. كفو يا اسطوره كفو يا اسطوره، يلا يلا تقدم يا حبيبي تقدم يا اسطوره. اوكي ضلوا هذول اخر اثنين، اخر اثنين يا اصدقائي باخر زون. كفو كفو يا وحش، كفو كفو كفو، يعطيها له حمراء ويطيرها له الخوذه طبعا يا اصدقائي، طيرها له. كفو يا اسطوره كفو يا وحش. اوكي هذا اللي اخذ البويا، كفو شكرا لكل اللي شاركوا. بعد الروم راح تطلع اساميهم، هلا استنوا شوي استنوا شوي، هاي طلعت الاسامي شفتوا يا اصدقائي انا بعرف متى بيطلعوا. اوكي كفو حبايب قلبي، شكرا لكل اللي شاركوا بعد الروم، واللي ما فاز واللي ما شارك ان شاء الله بفوز برومات اخرى. اوكي هذا هو الفائز، الف مبروك له. صراحه لحد الان انا ما عرفت شو اسمه اصدقائي، لحد الان ما عرفت شو اسمه، بس اسمه اسمه كله اشارات استفهام هيك وحركات واشياء. اوكي هذا هو بروفايله، بروفايله طبعا ما بيشحن. سالته يا اصدقائي على نقاط الفاير باس، ليش نقاط الفاير باس عندك ناقصه، يعني الحساب ما بتلعب فيه او شيء مثل هيك، فكرت حساب جديد انا بالاول، بس قال لي انا ما بلعب بهذا الحساب، يعني بلعب بهذا الحساب رومات بس ما بلعب كثير رانك. شكرا يا محمد عمر على الحساب، حساب اسطوري. شكرا شكرا للمتابعين، اعملوا سبسكرايب اعملوا جيم، وشكرا لك على الحساب الاسطوري والله عجبني. شكرا شكرا. فوق يا حبايب قلبي مثل ما شفتوا سلمتوا الحساب، الف مبروك له صراحه. شكرا لكل شاركوا مره ثانيه بعد الروم، الناس اللي ما فازت ان شاء الله بتفوز برومات ثانيه باكواد او بشيء ثاني او بحسابات كمان ان شاء الله، راح اشتري حساب ثاني من عليه مسابقه. فوق يا حبايب قلبي لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو، ان شاء الله الفيديو كان عجبكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك، فجروا ام اللايكات يا شباب، واللي مشترك بالقناه يشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يوصل كل فيديو جديد. كمان حبايب قلبي اذكركم مره ثانيه اللي حاب يتابعني حسابي الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت بصندوق الوصف. بدايه الشهر يا اصدقائي راح احصل اكواد جديده، وان شاء الله بتفوزوا بهاي الاكواد كلكم ان شاء الله كلكم المهم عرفتوا كيف يا اصدقائي. فوق يا حبايب قلبي لهيك بنكون وصلنا للنهايه، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.